مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا في برنامج بلنتي، وهذا النقل المباشر الآن من كتارة في قطر والذي يتزامن مع اليوم الوطني القطري. حيهم وأهلا وسهلا بكل العرب المنضمين لمارينا أف أم في الكويت ولمزاجي أف أم هنا في الدوحة في قطر، واللي يتابعون تلفزيون المارينا ويتابعون تلفزيون قطر اليوم. سعيدين جدا بتواجدنا في هذا المحفل العربي الجميل اللي أطلقنا عليه مونديال العرب، واليوم نشهد نهائي كأس العرب ومباراة المركزين الثالث والرابع اللي تجرى حتى الآن ونتيجتها سلبية بين المنتخب القطري والمنتخب المصري، وتنتظرنا مباراة أخرى إن شاء الله في تمام السادسة بتوقيت الدوحة لنشهد النهائي الإفريقي وأقطاب أفريقيا في المونديال العربي، المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. نتمنى التوفيق للفريقين وأن نشهد مباراة نهائية بحجم وقيمة الفريقين والبلد اللي استضافتنا جميعا في قطر هنا في الدوحة. بداية أرحب بالزملاء المحللين، الزميل المحلل عادل توفيق المشري، مساء الخير في حلقة الختام في هذا المونديال. مساء الورد عليك أبو يوسف، ومسي على الأخوة المستمعين وأيضا المتابعين عبر الشاشة. ويا أبو يوسف، إحنا حزينين يعني في الحلقة الأخيرة مع كل الفرحة اللي موجودة اليوم بالعيد الوطني للحبيبة قطر، إلا أن إحنا حزينين أن إحنا راح تنتهي رحلتنا في هذه البطولة وهذا المونديال اللي عشنا فيه ذكريات جميلة، سواء معاكم أو مع أخواننا اللي تشرفنا وتعرفنا فيهم في اللجنة العليا لمشاريع الإرث وغيرهم من الشباب القطري المخلص وفعلا الحريص على ان تظهر قطر في افضل حله. نعم، ايضا نرحب بزميلنا المحلل محسن غانم. ابو عبد الله مساك الله بالخير والافراح من كتارة هنا في دوحه الخير في قطر. الحمد لله، احنا من جينا هنا ونعيش بالافراح من اول يوم خلال ثلاث اسابيع هذه. نعم، واليوم ختامها ان شاء الله مسك، وان شاء الله دائما افراح على اخوان في قطر والاشقاء. الحقيقة ما قصروا في كل الأمور، يعني الضيافة والتنظيم، استمتعنا واستمتع العالم كله، الكل قام يتابع الأحداث اللي قاعد تصير الرياضية في قطر والأفراح الوطنية، وكل عام هم بخير وإحنا سعيدين في وجودنا هنا. ومثل ما قال أخوي عادل، حزينين إن راح نودع الليلة، لكن الرحلة لم تنتهي، الرحلة تبدأ بالكويت بذكرياتنا. نعم، اللي هناك، وهنا تبدأ الرحلة مع النفس ومع الزملاء في استرجاع هذا التاريخ الجميل اللي إن شاء الله نكون قد دوناه من خلال هذه التغطية. إذا قرأت فعطر في صحائفها، وإن نظرت فمن تاريخها أثر، أسطورة وقد رواها شاعر ولهن، وواقع قد جلاه الحسن والنظر. هذه قطر عروس في أبهى حلتها، تحتفل في يومها الوطني بالتزامن مع حفل ختام مونديال العرب. تنثر عطرها على أهلها وضيوفها، بيضاء صنائعها في الجود والكرم. قلناها في اليوم الأول لنا في الدوحة، للعروبة بيت اسمه قطر، ونقولها اليوم وغدا وبعد غد. فخلال أكثر من 20 يوما كنا في حضرة قطر، شهود عيان على ميثولوجيا قطرية في التنظيم والإبداع بين مونديالين، مونديال للعرب، وها هو يسدل ستائر الختام، ومونديال للعالم آت وهو محور الاهتمام. فعلى خط متوازن عملت قطر ضمن قاموس لا يتضمن مفردات التثبيط والإحباط، وكان النجاح حاسة سادسة وناموسا من نواميس الطبيعة القطرية تتعامل من خلاله مع كافة التفاصيل، ليخرج مونديال العرب صورة مصغرة عن المونديال الكبير المنتظر. ففازت قطر بكأس البطولة تنظيما، وتشرب من كأس العز تمجيدا بيومها الوطني. نبارك لقطر
قيادة وشعبا، عيدها الوطني ونجاح تنظيم مونديال العرب. وهل هناك يا كباتن يا محسن ويا عادل أجمل من هذا الاحتفال المزدوج؟ الحقيقة أنا حبيت أهني الإخوان في قطر على الاحتفالات الرياضية والأعياد الوطنية. كل عام وأهلنا وشقائنا في قطر إن شاء الله بكل خير، ونسأل الله لهم دوام الأمن والأمان والتطور والازدهار. وهنيئا لهم أمانة بأميرهم الشيخ تميم الذي وضع بلده وشعبه نصب عينيه، وجاعلا من قطر نموذج يحتذى به على مستوى العالم ويضرب به المثل في السنوات القليلة اللي عمل فيها القليلة. وأمانة الحب والتآلف اللي زرعه في هذه الاستضافات بين الأخوة العربية وبين العالم أجمع، يعني هذا كله يعطيك بلا استثناء. كانت رسالة عن طريق تنظيم بطولة كأس العرب وإن شاء الله النجاح في بطولة كأس العالم. اللهم آمين. هنيئا لنا وهنيئا لك. نعم. عادل. نعم. في هذا الحدث الكبير وهذه التغطية المهمة والأهم أيضا في تاريخنا الإعلامي أن نشهد هذا المونديال. فعلا اليوم كثير يحلم أن يكون في هذا المونديال، الكثير يحلم أن يشارك الأخوة في قطر وأيضا الأخوة العرب هذا المونديال وهذه البطولة، وكل من يعمل في المجال الرياضي ويكون أحد أحلامه أن يشارك ويكون له بصمة في هذه المشاركة. فاليوم نتمنى أن احنا قدمنا مادة ولو بسيطة وأضفنا فيها قيمة، وإن شاء الله تبارك الرحمن إن الله يوفقنا في الموسم هذا والموسم القادم في متابعة تغطية البطولات القادمة والأحداث التي تصاحب الإعداد لكأس العالم. نعم. إن شاء الله. معاي اتصال من الكويت، معاي أم جاسم. مساء الخير أم جاسم. السلام عليكم، أعطيكم طيبين إن شاء الله. يا هلا حياك الله. كل عام وإن شاء الله قطر بخير إن شاء الله والجميع دول خير. آمين يا رب. آمين آمين. يوسف إن شاء الله والدكتور إن شاء الله بخير وعافية. الله يحفظك. الله يحفظك. مشكورة أم جاسم. الله يغير علينا. آمين يا رب. بالكويت مطر وخير، مطر وخير بالكويت. أي ما شاء الله. شكرا شكرا. إيه سمعتك مساء بالديوانية كلمتينا. تسلمين تسلمين. شكرا. يا هلا يا هلا يا هلا. عودة لكم من جديد لاستئناف الحديث في برنامج بلنتي، سعيدين بوجودنا في هذا اليوم، اليوم اللي تحتفل فيه قطر بيومها الوطني، واليوم اللي نشهد فيه ختام هذا المونديال العربي. واليوم وتحديدا في 6 مساء سيسدل الستار على مونديال العرب بالمواجهة الختامية التي ستجمع الجزائر وتونس المنتخبان المحظيان بشرف المنافسة على كأس العرب. كيف يمكن أن نقرأ في أوراق هذه المواجهة الإفريقية يا كابتن محسن، مواجهة الجزائر وتونس؟ ويوسف مختصر، تونس البطولة الوحيدة واللي هي الأولى بكأس العرب هي اللي فازت فيها، وهذه المرة الوحيدة اللي فازت هي حق الجزائر لم تفز، وهذه لازم شغلات هم مؤثرة نفسية على في تاريخ المنتخبين. نعم. لم تفز الجزائر وهذه فرصة لها أن تحقق البطولة لأول مرة. تونس فازت في 7، الجزائر في 3، مباراة لا تقبل قسمة على 2، مباراة الفريقين عارفين بعض تماما من خلال لقاءاتهم في شمال أفريقيا، الفرق شمال أفريقيا. فمباراة اليوم صعبة جدا، أنا أشوفها متكافئة، خاصة أن الجزائر والمهارة وتونس والاستفادة من اللياقة البدنية اللي استنزفت من الجزائر في 3 متتالية وماراثونات لعبها المنتخب الجزائري أمام مصر والمغرب، ولعب أيضا مع قطر 18 دقيقة فوق 90 دقيقة، فهذا أنا أتوقع راح يكون له تأثير. والكرات الثابتة اللي يعاني منها المنتخب الجزائري، يعني هذا مجمل المباراة وهذه الرؤية الشاملة للفريقين. عبد الله تتوقعها جزائرية ولا تونسية؟ والله أنا أتوقعها جزائرية، بس أنا قاعدة أعول على الجهد البدني اللي استنزف، هذا قد يؤثر على الجزائر. نعم، وهذا الأمر أيضا يجرنا إلى الزميل العزيز عادل توفيق. الفريقان استحقا هذه المكانة في النهائي، ولكن ما الذي جعل تونس والجزائر في هذه المكانة في ختام المونديال العربي؟
في البداية العمق بالتشكيلة، الفريقين يملكون عمق جيد، لاعبين محترفين، لاعبين مميزين، لاعبين عندهم خبرة بالتعامل مع ظروف مختلفة. لاحظنا أن المنتخب التونسي يلعب بطريقة مختلفة عن باقي المنتخبات، وهي طريقة الضغط العالي، وهذه الطريقة أربكت كثير من المنتخبات ولخبطت حسابات كثير من المدربين، وهذا اللي ساهم في أن المنتخب التونسي يصل إلى هذه المرحلة. بالإضافة إلى التنوع في الرسم التكتيكي، شفنا المباراة الماضية غير بالرسم علشان يحل مشكلة كانت تصاحبه من بداية البطولة. أما المنتخب الجزائري، احنا عارفين المنتخب الجزائري كعبة عالية على كل المنتخبات سواء في أفريقيا أو في آسيا، فبالتالي أكيد من المنطقي حتى لو يشارك بالصف الثاني فهو يملك الكثير من المحترفين في أوروبا وأيضا في الوطن العربي القادرين على أن يقدموا مستويات عالية وينافسون يصلون إلى المرحلة النهائية. ولا ننسى أن هناك لاعبين عندهم خبرة كبيرة مثل ياسين إبراهيم اللي لعب في بورتو وكان أحد أهم اللاعبين في أوروبا في فترات سابقة من الزمن. نعم، سبق أيضا لمنتخب تونس ومنتخب الجزائر أن تقابلا في 47 مباراة، 21 مباراة رسمية و26 مباراة ودية. حقق المنتخب الجزائري الفوز في 17 مناسبة مقابل 15 انتصار مقابل 15 انتصار لنسور تونس، بينما حسم التعادل 15 لقاء بينهما. التاريخ مع الجزائر، لكن اليوم هل التاريخ راح يتغير؟ وقبل أن يعني تجيب يا أبو عبد الله على هذا السؤال، السؤال التاريخ اليوم الكيك يوصل للكيك، فوصلتنا كيكة، وصلتنا كيكة من أخونا عضو العلاقات العامة بنادي القادسية الإمبراطور، ملقب بالإمبراطور الميلاني الإيطالي التونسي، اليوم يتمنى ويبارك لقطر في أعيادها الوطنية، في علم قطر موجود وفي العلم التونسي أيضا موجود ما شاء الله. ويتمنى اليوم المنتخب التونسي عدل الكيك، هنشوفها على ايوه بس اقلبها على الشاشه خلي يشوفونها، ارفع ارفع يعني ايوه بس ديماك لا تطيح منك، بعد 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 اكثر 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 اكثر، خلي تبين اكثر، بعد لف يمين لف يسار يسار لا لا صف ثاني صف ثاني صف ثاني بعد ارفعها اذا طاحت ترى ما لي شغل، لا لا صف ثاني لف مني، لا لا هني الكاميرا هذه ايوه يلا ايوه ايوه عطنا اياها ايوه من اخونا الامبراطور عبد العزيز المليفي جزاه الله خير العامة بنادي القادسية، شكرا شكرا، يتمنى لقطر كل اعياد دائمه وافراح، ويتمنى المنتخب التونسي الليله ان يحرز اللقب للمره الثانيه. نعم، مبروك مبروك لقطر هذا النجاح وهذا التنظيم، وطبعا الشكر موصول لإخواني وحبايبي في اللجنة العليا للمشاريع والإرث على يعني تعبتوا ونلتوا، شفنا اليوم أجواء نهائية مونديالية تتزامن مع احتفالكم في اليوم الوطني القطري، لكم منا كل التحية والتقدير والاحترام على عملكم اللي أنتم قمتوا فيه. الآن التاريخ مع الجزائر في المواجهات مع المنتخب التونسي، انت ابو عبد الله رشحت مصر وقطر للنهائي صحيح، لكن تونس والجزائر من تأهلا، هل هذا يعني ان المنتخبين اضعف او يعني قطر ومصر اضعف من تونس والجزائر؟ لا بالعكس، والدليل ان الانتصارات اللي تحققت او نقول الخسائر اللي خسرها المنتخب القطري والمصري جاءت ما بين نيران صديقة وأخطاء فردية وين وفي الأوقات البدل الضايعة، يعني ما كانت هناك أفضلية في الأداء ولا في النتيجة، كانت الكفة متساوية تماما، وهي كانت استغلال الفرص، أيضا مصر ضيعت فرصة ثمينة كان ممكن تتقدم، في المقابل هي من سجلت الهدف على نفسها في مباراة مع تونس، فهذا يدلك أن تكافؤ كبير. أيضا المنتخب القطري لما ترجع له، أيضا المنتخب القطري عاد وتعادل في الوقت الضايع، لكن خطأ فردي يعني مكلف مكلف جدا، حتى المدرب سانشيز صرح فيه، كلفه خسارة المباراة ولا لبتي حق المباراة، لا في تكافؤ كبير بين الأربع منتخبات. نعم، احنا الآن فاصل قصير ونعود للتواصل معاكم في آخر حلقاتنا من كتارة هنا في قطر مع برنامج بلنتي وتغطية مارينا اف ام لهذا المونديال العربي.
من جديد عودة لاستئناف الحديث فنيا عن المباراة النهائية، وسؤالي يروح لكابتننا عادل توفيق المشري، من يملك يعني فنيا الأوراق الأفضل، تونس أم الجزائر، وما هي مفاتيح اللعب التي ستحسم القمة الأفريقية في مونديال العرب بين تونس والجزائر؟ أنا من وجهة نظري هناك أفضلية نسبية عناصرية للمنتخب الجزائري متفوقة على المنتخب التونسي، ولكن تفوق عناصريا لا يعني تفوق في نتيجة المباراة. نتيجة المباراة قد يحسمها بعض التفاصيل، بعض الأخطاء الفردية، نقصان المخزون البدني في الدقائق الأخيرة من المباراة، أو أي خطأ فردي من أي لاعب في بداية المباراة. احنا نتكلم عن المنتخب الجزائري، عندنا اللاعب اللي سجل أحلى أهداف البطولة يوسف البلايلي من أهم مفاتيح اللعب، وأيضا ياسين إبراهيمي، لأن ياسين إبراهيمي الكثير ممكن يركز على عملية صناعة الأهداف وتسجيل الأهداف، ولكن لو نلاحظ ياسين إبراهيمي هو من يتحكم برذم المباريات، هو من يتحكم بنسق المباراة، تلقاه يتحكم بخروج الكرة من مناطق منخفضة إلى مناطق أعلى، وبعملية تسريع اللعب وتبطيء اللعب، فهذا يساهم في أن المنتخب الجزائري في أغلب المباريات اللي لعبها وأغلب المواجهات أنه هو يكون الفريق المسيطر على الكرة ومستحوذ على الكرة ومتحكم بزمام الأمور في أغلب فترات المباريات. نعم، تاريخيا هل التقى منتخبان أفريقيان في النهائي في كأس العرب، ومن هي المنتخبات التي وصلت للنهائيات؟ نسمع هذا التقرير ونرجع لكم في برنامج بلنتي. يشهد نهائي مونديال العرب في النسخة العاشرة مواجهة إفريقية للمرة الثالثة بتاريخ البطولة، وتأهل منتخبات تونس والجزائر للمباراة النهائية التي تجرى اليوم السبت على استاد البيت في مدينة الخور القطرية. وشهدت كأس العرب تفوق منتخبات آسيا خلال فوزهم باللقب 6 مرات مقابل 3 للأفارقة، والتقى منتخبا ليبيا والمغرب في النهائي الأفريقي الوحيد لكأس العرب، وذلك في النسخة الماضية عام 2012، وفاز أسود الأطلس ركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد التعادل 1-1. وسيطر عرب آسيا على النهائيات السابقة بوجود طرفين من القارة الصفراء في نهائي 66 بين العراق وسوريا، وفازت العراق بهدفين مقابل هدف، وهي البطولة التي لم يشارك فيها أي منتخب إفريقي. وفي نسخة 85 تواجد العراق والبحرين في النهائي، وفازت العراق بهدف مقابل لا شيء. وكان النهائي آسيويا بين العراق وسوريا عام 88، وفاز أسود الرافدين بركلات الترجيح 4-3. كما تواجد عرب آسيا في نهائي 98، وفازت السعودية على قطر 3-2. وفي نسخة 2002 تفوقت السعودية على البحرين بهدف نظيف في النهائي، واصطدم منتخب إفريقي بآخر آسيوي مرة واحدة في نهائي 92 بسوريا، وفازت مصر على السعودية 3-2. وأجريت أول نسختين من كأس العرب بنظام الدوري من مجموعة واحدة عامي 63 وفازت بها تونس، و64 وفازت بها العراق. فمن سيكون الليلة البطل؟ بلنتي. كأس العرب، مثل ما سمعنا مرة وحيدة فقط التقى منتخبان أفريقيان بالنهائي، وكان في النسخة الأخيرة بين المغرب وليبيا في 2012، ويومها فازت المغرب. يعني آخر بطولتين سيطرة أفريقية والمنتخبات الأفريقية لا تشارك بالصف الأول، هل على فرق آسيا أن تنسى الفوز بألقاب هذه البطولة؟ إذا ما استمرت التطورات اللي تحدث في أفريقيا ومحترفين لاعبين محترفين شاركون في أوروبا، والتطور التكتيكي والبدني والفني، هذا راح يعطي استمرارية لتفوق أفريقيا على آسيا لهذه النقطة. نعم، منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي قال في المؤتمر الصحفي البارحة، هذا المدير الفني، مباراة الجزائر ليست ثأرية لأنه لم يسبق لنا مواجهة الجزائر في مباراة نهائية، لكنه لقاء ثأري ضد من شكك في قدرات تونس. وكأن يا كابتن محسن يرد على من انتقد المنتخب التونسي، وكأنه يرد عليك شخصيا الآن، هل رد منتخب تونس على المشككين أم أن هذا الأمر أتى بالحظ والحظ خدم المنتخب التونسي؟ ما حط له منشن بتويتر؟ لا ما حط له منشن. شوف أبو يوسف، أنا منشن الحين، خلنا نتكلم في حدود البطولة، ما نطلع برا.
ما طلع تي حق الجزائر ما خسرت ولا مباراة كلها فوز. تي حق المنتخب التونسي تلقى هزيمة تعتبر مفاجئة من المنتخب السوري. هذا ما يعطيك انطباع بأنك تشكك، هذا شيء طبيعي. حتى انتصاره الأخير فاز على الإمارات لما تأهل بهدف ما أعطى، يعني ياما منتخبات خسرت في الأدوار المجموعات وخذت البطولة. أنا قاعد أقول لك، قاعد أعطيك داخل البطولة الآن، لما أنا إلى الجزائر انتصارات متتالية، لعب مع مصر، لعب مع المغرب، لعب مع البلد المنظم قطر المستعد تماما لمو هالبطولة حكاس العالم، لما تي حق الجزائر تلقى نتائج مع فرق أقوى وعانى فيها، لكن لما تي حق تونس مو المباريات الصعبة اللي واجهها، لا المنتخب المصري اللي متكامل باللقاء ولا المنتخب السوري اللي يعني مستواه أفضل منك إنه يغلبك بهدفين، فهذا جعل شكوك لازم بالميزان تحطها. تي حق الجزائر تشوف إنه أفضل. عادل، هل هناك شكوك مباراة النهائية ولكن من بداية البطولة؟ إذا بداية البطولة من بداية البطولة من بداية البطولة في أول يوم إني أرشحت لك تونس. تونس يشارك بتشكيلة قوية جدا، النقص ما هو يعني ما مو مثل المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، المنتخب المصري اللي عنده بعض العناصر اللي لم تشارك في هذه البطولة، فبالتالي من المنطقي أن المنتخب التونسي اللي هو أحد أقوى الفرق في شمال أفريقيا أنه يكون أحد المنافسين على هذه البطولة. فبالتالي كان أنا كم يعني هو مو بالضرورة يصل للنهاية علشان أنت ترشحه، ولكن أنا كنت أشوف أنه هو عنده الفرصة أنه يصل للنهائي وهذا ما حدث. زين، هل تتوقع منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي يبدأ المباراة بالثلاثة، ولا أن إصابة اللاعب المرياح ستفرض عليها الأربعة بالدفاع، وهل الأربعة ستكون نقطة ضعف إذا الضغط الجزائري العالي؟ أتوقع أنه يلعب بالأربعة، والدليل على ذلك أنه هو لم يلعب بثلاثة إلا بوجود طالبي اللي وصل في فترة متأخرة ولعب في مباراة الماضي أمام المنتخب المصري بالشوط الأول بعد إصابة القلب الآخر، تحول إلى الرسم 4-3-3، الرسم المعتاد اللي يضغط فيه دائما في بداية المباراة. في مباراة مصر كان في تغيير في 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 ستايل اللعب، في اسلوب اللعب، كان دائما يلعب وهو ضغط عالي في بداية المباراة. مباراة مصر اختار انه يكون تكون الزيادة العددية عنده في المنطقة الخلفية، فهو اختار انه يغير الاسلوب من ضغط عالي الى اسلوب استحواذ، وهذا ما شاهدناه في الشوط الاول، واللي اعطى المنتخب الجزائري المنتخب التونسي أفضلية نسبية في الشوط الأول. نعم، في المقابل مجيد بقرة مدرب الجزائر قال أنه يخشى على فريقه من الناحية البدنية، وأن مواجهة تونس لا تختلف عن مواجهة المغرب أو مصر. تتفق كابتن محسن مع كلام مجيد بقرة؟ أتفق معه تماما، وهذا اللي ذكرته قبل شوي لك. نعم، الجزائر لعب مع مصر، لعب مع المغرب أوقات إضافية، لعب مع قطر، فشيء طبيعي، وفي بطولة مجمعة الاستراحات ما تكون فيها أكثر من يعني يومين ثلاث، وهذا صعب جدا حتى لو كان المخزون البدني عندهم على أعلى مستوى، لكن في بطولة مجمعة صعب إنه يستمر، وهذا اللي أقول لك هذا يصب في صالح المنتخب التونسي اليوم. نعم، أيضا إحنا نرحب بأخونا مدير أول العلاقات الإعلامية والإقليمية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أخونا يوسف يعقوب الحمادي اللي يتواجد دائما ويعني يشجعنا هو وزميله أيضا أخونا محمد راشد الخنجي، عساهم على القوة، ويا بخت قطر بشبابها وبناتها اللي شايلين على عاتقهم هذا الحمل، وهم يعني أكفاء وقادرون إن شاء الله للمضي قدما في النجاح، وملفكم وملفنا واحد، وإن شاء الله جميعا إلى كأس العالم في إن شاء الله نجاح منتظر ينتظر قطر إن شاء الله. ويوسف، إذا 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 مدرب المنتخب الجزائري يقول أنا خايف مخزون البدني، إحنا نقول يعطيهم العافية. إذا المنتخبات تريح يومين وتلعب اليوم، عندنا الشباب في قطر قاعد يشتغلون صحيح كل يوم وضغط عالي مدة 16 ساعة، فالله يعطيهم العافية. هاي انتنسيتي، هاي انتنسيتي، فالله يعطيهم العافية، الله يوفقكم إن شاء الله، ويحتاجون إلى إلى يعني تقدير كافي يعني. نعم، الآن هل تتوقعون فسخ عقد البلايلي مع نادي قطر يمكن أن يؤثر على أداء اليوم مع منتخب بلاده؟ ما أعتقد، أنا أتوقع أن لصالح المنتخب أصلا مشاركته في بطولات أوروبية، يعني الدوري الأوروبي، وسمعت أن المنتخب يعني الدوري الفرنسي،
فإنه يروح أوروبا هذا من صالح المنتخب طبعا. نعم، طالما نتحدث عن اللاعبين والعقود، تعرفون من المنتخب الأعلى قيمة سوقية بين المنتخبين ومن هو اللاعب الأعلى قيمة؟ خلنا نسمع هذا التقرير ونرجع لكم بعد ما نسمع التقرير القيمة السوقية للجزائر وتونس. يعد المنتخبان التونسي والجزائري من الأغلى في مونديال العرب فيما يتعلق بالقيمة السوقية للاعبين، ويتصدر المنتخب التونسي القيمة السوقية للاعبيه، بينما تأتي الجزائر بالمركز الثالث خلف مصر الثانية، وتبلغ القيمة التسويقية لنسور قرطاج 33.7 مليون يورو، وتبلغ القيمة التسويقية لنسور قرطاج 33.7 مليون يورو، ويتصدرها نعيم السليتي لاعب الاتفاق السعودي وقيمته 7.5 مليون يورو، ويأتي في المركز الثاني بين لاعبي تونس حنبع المجبري لاعب مانشستر يونايتد بثلاثة ملايين يورو، ثم ياسين مرياح لاعب العين الإماراتي وقيمته 2.8 مليون يورو. أما منتخب الجزائر فتبلغ قيمته التسويقية 26.8 مليون يورو، ويأتي على رأس قائمته ياسين إبراهيمي بثمانية ملايين يورو، وخلفه بغداد بنجاح بقيمة 6 ملايين يورو، ثم يوسف البلايلي 1.8 مليون يورو. مونديال العرب. عودة لكم لاستئناف الحديث عن طبعا مونديال العرب والمباراة النهائية اللي تجمع المنتخبين التونسي والجزائر والجزائري. السليتي هو الأعلى قيمة ولكنه ينزل كبديل، هل تتوقعون اليوم أن السليتي يكون لاعب أساسي؟ الأعلى قيمة في تونس. في تونس نعم. أتوقع أن يلعب بشكل أساسي اليوم، أتوقع أنه راح يتوجه المنتخب التونسي إلى رسم 4-3-3. الثلاثة اللي راح يكونون في المقدمة السليتي مع أو في تحت المهاجم، راح يكون السليتي على اليمين وعلى اليسار راح يكون المساكني، وفي وسط الملعب أو تحت المهاجم اللاعب رقم 10 راح يكون حنبعل. عموما احنا راح نوقف في بريك ونرجع نتواصل معاكم. اللي حاب يتواصل ويانا من مارينا اف ام بالكويت يقدر يتصل على 22 20 90 4، واللي حاب يتواصل معانا من داخل قطر يتصل على اذاعه مزاجي اف ام 54626. ومن يشاهدنا اهلا وسهلا بالجميع، حيهم في تلفزيون المارينا وتلفزيون قطر اليوم. من جديد عودة للحديث في برنامج عن بلنتي عن حكم المباراة اللي راح يدير المواجهة اليوم. طبعا هو الحكم الألماني، هذا الحكم الألماني اللي هو دانييل سيبرت اللي سبق له وأن دار لقاء كأس السوبر الألماني بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ موسم 2019-2020، كما أدار هذا الحكم 6 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم. ايش رايكم في هذا، ايش رايكم في هذا الحكم، وهو ايضا الذي أدار 3 مباريات في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، ريال مدريد ضد انتر ناسيونالي الايطالي، ليفربول ضد اتلتيكو مدريد، ويونغ بويز ضد اتلانتا. يعني حكم عنده خبره، حكم ممكن يسير المواجهه بالشكل الاكمل. وبالطبع ما وصل للنهائي انه يحكم الا في هناك تقادير للجنة الموجودة ومن هو الأفضل وقل أخطاء طبعا أنه يكون موجود في نهائي. بصراحة التحكيم عانى في بعض المباريات، واللي خاصة اللي كانت الإقصائية، خاصة في زيادة الوقت، خاصة في التقديرات يعني، وفي بعض الحكام شد منهم، لكن مجملا التحكيم ممتاز. لكن لما تيجي حق الأدوار الإقصائية يعني المجموعات ممكن أنك تعوض لو الحكم مثل يخطأ ويظلمك أو كذا، في تعويض في مبارتين غير المباراة الأولى تلعبها. لكن لما تيجي للأدوار الإقصائية وخصوصا بزيادة الوقت، يعني هذه زيادة الوقت لازم يستفاد منها في بطولة كأس العالم قدام، أنه يعني وصلت مباريات إلى 18 دقيقة ولا 10 دقائق، فهذه أكيد مؤثرة على النتائج. نعم عادل، هذا الحكم أدار مباراة
الحكم دانييل الألماني دار مباراة ليفربول أتلتيكو مدريد، كيف وجدت هذه المباراة تحديدا وأنت ما شاء الله عليك يعني ذاكرتك جيدة في استحضار مثل هذه اللقاءات؟ ناسي إذا اللعبة الأولى ولا اللعبة الثانية؟ ثانية اللعبة الثانية اللي طرد لاعب الوسط أو أي لاعب اللاعب الدفاع المدافع لاعب حكم يحب يسيطر على المباراة، ستايله يحب إنه يأخذ قرارات بشكل مبكر ويأخذ يتخذ قرارات تأديبية مثل ما يقولون علشان المباراة ما تطلع من سيطرته، لذلك هو من الحكام اللي جيد للمباريات النهائية اللي يكون فيها ضغط عالي، ضغط نفسي كبير من اللاعبين وقد تخرج من المباراة من إيده، ولكن هذا الحكم مميز عمره 37 سنة من حكام النخبة من سنة 2015 وهو حكم دولي الآن 6 سنوات، فبالتالي هذا التوجه القادم إلى تحضير حكام بعمر المتوسط يعني ما هم الشباب ولا هم من الكبار، فبالتالي هذا حق كؤوس العالم القادمة هذا راح تشوف السنة القادمة. طيب وفق مو بعيد. نعم. السنة القادمة نفس وفق هذا اليوم. وفق متابعتكم للاعبي الفريقين المتواجدين في النهائي الجزائر وتونس، شنو توقعاتكم من ناحية أتيتيوت اللاعبين داخل الملعب؟ هل تتوقعون راح يكون هناك انضباط في اللاعبين ولا تشوفون أن هذا النهائي ممكن يأثر على اللاعبين ونشوف شد عصبي وسلوكيات قد تخرج عن الإطار المتعارف عليه؟ لا الحمد لله، يعني شوف جميع المباريات، يعني شوف من نجاحات قطر في هذه البطولة مو بس التنظيم والأمور الأخرى، حتى داخل الملعب سلوكيا حتى بالجمهور السلوك ما في يعني مشادات، ما في الأمور هذه، ما شفنا مثل البطولات سابقة. سيطرة، في سيطرة تامة بالحقيقة، هذه أول بطولة أنا أشوفها يعني ما شاء الله داخل الملعب وخارج الملعب في انضباط كبير يعني كاد يفوق 90%، لكن مباريات مثل هذه وارد ترى أبو يوسف، خاصة أم الفريقين المنتخبين واللقاءات الكثيرة بينهم والتنافس اللي شرس داخل الملعب، طبعا هذا ممكن يعني خاصة هذا النهائي ممكن يعني اللاعب يطلع عن طوره، خاصة ممكن تتوقع المنتخب الجزائري أو التونسي، هذا شيء طبيعي، لكن أنا اللي شايفه حتى الآن نجاح يعني كبير على المستوى السلوكي. بالمناسبة المباراة اللي انطلقت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وجمعت بين المنتخب القطري صاحب الأرض والبلد اللي يستضيف هذا الحدث العربي الكبير مع المنتخب المصري، المباراة انتهت سلبية والآن اتجهت إلى طبعا ركلات الترجيح، وحتى الآن ننطر النتيجة تينا من فريق الإعداد. أتمنى من الفيفا، أتمنى من الفيفا أن مباريات المركز الثالث الرابع إذا بتقام لا تصير فيها أوقات إضافية. ممكن. أتمنى ركلات جزاء مباشرة. نعم. أبو يوسف رب ضارة النافع. أيه. صحيح أن قطر خرج بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، ولكن البعض وأنا أقول بين قوسين بسبب زيادة 9 دقائق وتسجيل المنتخب القطري لهدف متأخر بدت تظهر بعض يعني خلينا نقول التساؤلات، هل هناك محاباة للبلد المستضيف؟ ولكن ركلة الجزاء اللي جاءت بالدقيقة 14 من بدل الضائع مسحت كل هذه ردت على هذا الأمر ومسحت كل الشكوك. نعم خرج منها المنتخب القطري، ولكن استفادت منها قطر أنها أثبتت أن هناك حيادية وعدالة من التحكيم، وهذا راح يبعث بالطمأنينة للاعبي المنتخبين اللي هم اليوم راح يلعبون الجزائر وتونس أنهما مطمئنين هناك عدالة تحكيمية. نعم أحب بس أقول لكم أبديت من المباراة، اللاعب الهيدوس يضيع الركلة الأولى للمنتخب القطري الترجيحية الأولى في هذه المباراة، راح نوافيكم إن شاء الله تباعا بهذه الأحداث، ولكن طبعا مع اقترابنا من لحظات الختام ومع اقترابنا من نهاية مشاركتنا في تغطية مونديال العرب ونحن على بعد دقائق من الانتهاء من هذه التغطية، حبة الكرز على كعكة هذا الوفد، الأستاذ العزيز على قلبي شخصيا واللي صاحب فضل علي أيضا في هذا المجال الإعلامي أخوي لطفي حنون أعد هذا التقرير ونسى نفسه، وبطلال يعني صراحة عنده
كاسة العطاء هذه فايضة. بطلال مثل اللاعب المجهول داخل الفريق اللي هو يشيل الفريق كله على ظهره. نعم. وهو ما يظهر. ما يظهر. أي هداف يسجل هدف أو حارس يصد له بلنتي فيتألق وهو مو موجود. عملية إنكار الذات عند حد بطلال. مدرسة. نشوف تقرير مارينا اف ام وفريقها المميز في هذا العرس العربي، فمنا الى المنتخب ال17 المشارك في هذه البطولة. مارينا اف ام الفريق رقم 17 بمونديال العرب. كأنه الأمس وصل فريق مارينا اف ام الى مطار الدوحة حاملا معه تطلعات وآمال المنافسة في تغطية أهم حدث كروي قبل مونديال قطر 2022. الوجوه تضيء رغبة في خوض هذا التحدي خارج القواعد، والثقة تنبعث من وجه القائد لتتسرب في نفوس الفريق. التحفيز هو معمل النفوس من قبل مهند يوسف، يضع ثقته في فريق المكون من 11 مبدعا، فالمنافسة تتطلب هذا الكم من اللاعبين في مختلف المجالات وقائد قادر على التحفيز. الحدث كان بطولة عربية عادية، لكن قطر حولته لمونديال للعرب، فارتفع مبنى التحدي كأكنان يهابها المتكاسلون، لكن بفريق مكون بعناية فإن تسلق الأكنان أيسر ما يكون. منذ اللحظة الأولى التي عبر فيها الفريق من مطار حمد الدولي إلى الفندق بدأت التحديات وبدأ اختبار الثبات والهدوء. رحلة استكشاف المجهول هناك في كتارة، حيث ملعب جديد لفريق مارينا يتطلب تكليفا جديدا مع لوكيشن مختلف الأبعاد وكاميرات حية ليس من قواعدها الثبات، والعاملون كوادر محترفة أتت من بلاد الأرز تطرق باب إثبات الحضور، ولذلك التماهي بين احترافية الفريق المحلي وفريق المحترفين لابد أن يكون دقيقا، والتناغم لابد أن يكون في أوجه. مخرج تلفزيوني للدوانية ومخرجة لبلنتي، كادران مختلفان، لكن بين إلي ومايا كان فريق مارينا اف ام يتخطى حدود الإبداع. ظهرا حسين المجيمي وفهد كميل ينثران البسمة في كتارة بل في قطر، ومساء محسن غانم وعادل توفيق يراوغان الجميع بثقة المهاجم الهداف. وبين ليل ونهار كان طلوب يجوب المدن والملاعب مفاجئا الجميع بقدرات التصويرية التي فاقت أنغام الصباح والمساء، وفطوم تطلق ضحكاتها في كل مكان جديرة بإعداد وتحضير لأصعب الديوانيات. الثقة والقدرة على تحمل الضغوطات تراها في عمل حسين غملوش، فلولا ذلك الثبات والهدوء لما كان سهلا تخطي الصعاب ليظهر الفريق بهذا الأداء. ومعه علي مورجا يلعب بين الخطوط بصمت مريب، لكنه ليس بغريب، والجميع قلق على أصغر لاعب بالفريق دي جي ليزر الذي أنهكه اللاعب خارج القواعد، لكنه تجاوز مخاوف الجميع وأظهر ثباتا بالأخير. شارك في المونديال العربي 16 منتخبا بذلوا الغالي والنفيس من أجل الذهب وغادروا مبتسمين، وفريق مارينا اف ام تم اختباره بالذهب فاستحق التتويج بكأس التميز وهو يغادر وصورة المشاركة تدور في رأسه كشريط سينمائي سريع، وكأن المونديال قد ابتدأ بالأمس، فلم نشعر بالأيام التي مرت مرور السحاب في يوم عاصف. وداعا قطر وإلى لقاء قريب. إلى لقاء قريب إن شاء الله. شكرا لكل فريق العمل، الله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا للطاقم، قواكم الله، وممتن لكم جدا لما وصلنا له في آخر هذه البطولة، وإحنا سعيدين بهذه التغطية وبتواجدنا في قلب الحدث في هذا المونديال العربي. يوسف أنا عندي كلمة بالطاقم، ما نبي نمدح يعني ربعنا أخوانا، لكن الحمد لله مختصر أن بصراحة خلال الثلاث أسابيع هذه الفريق كان على قلب واحد، والأمانة يعني أول مرة أنا طلعت معسكرات ورحت مباريات الأندية وكذا، لكن أول مرة أشوف تيم يعني أول تيم على قلب واحد، ما في مشاكل ولا ما في شيء. أنا أختلف ويا عادل، أختلف ويا أبو يوسف، أختلف ويا ما يعني الحمد لله القلوب صافية، والعمل كان كل واحد يعمل عن ثلاثة أربعة أمان. الحمد لله الحمد لله. وأنا أحب أوجه لك الشكر ولجميع أفراد الطاقم اللي معانا واحد واحد أمانة، وإذا حدث طبعا قصور شيء مني أو ما من أي أكسور. أحد لا ما من قصور، بالعكس المعذرة. إي والله بالعكس، إحنا أنا سعيد بهذا الفريق وفخور فيه، والله يعطيكم الصحة والعافية كلهم باسمه صراحة.
3-2 المنتخب القطري. آه 3-2 المنتخب القطري. والآن المنتخب المصري سيسدد. سيسدد. أضاع واحد مصر أحمد حجازي وواحد حسين. كأنه ضيع. الهيدوس. وكأنه ضاعت بعد كرة. كأنه ضاع. عموماً إحنا راح نيكم في الأبديت. المنتخب القطري على فكرة أيضاً من ضمن الاستفادات إنه قاعد يلعب ويا فرق أفريقية وهذا اللي ينقصه في الاستعدادات لكأس. صحيح العرب. صحيح صحيح. وهذا الجميل في هذه البطولة أن تجمع العرب في القارتين الآسيوية والأفريقية. وبالنهاية في ختام هذا اليوم الأربع منتخبات نتمنى لها التوفيق في مشوارها ونقول للي ما حالفهم الحظ إن شاء الله في القادم من المناسبات. احنا قبل الختام راح نتوقف في آخر بريك ونعود للحديث مع الزملاء وختام تغطية مارينا اف ام وإذاعة مارينا اف ام لمونديال العرب. حيهم حي كل من يتابعنا. ألف مبروك للمنتخب القطري. المنتخب القطري يعبر المنتخب المصري ويتوج كثالثا في مونديال العرب. ألف ألف مبروك, مبروك, مبروك للمنتخب مبروك القطري وتجاوز المنتخب مبروك المصري. نقول له هارد لك للمصريين. هذه كرة القدم فيها الفوز وفيها الخسارة. المنتخبين استحقوا الوصول إلى هذا طبعا الليفل في هذه المسابقة. مبروك لقطر وهارد لك للمصريين. إن شاء الله في القادم من المنافسات نشوفكم في وضع أفضل إن شاء الله. أيضا مصر استفادت مو بس قطر, استفادت طبعا من تجهيز فريق لكرش لمرحلة القادمة كأس أمم أفريقيا ولشهر مارس والتصفيات الذهاب الياب النهائية للتأهل لكأس العالم. صدقني المصريين راح يشكرون كروش في النهاية وراح يشوفون شنو العمل اللي عمله هني بغض النظر عن النتائج. وصوله للمركز الثالث الرابع أو قبل النهاية هذا يعتبر إنجاز في ظل أغلب اللاعبين من يعني جدد أول مرة يلعبون بالمنتخب. نعم طبعاً إحنا ننقل لهم الأحداث وإحنا في قلب الحدث في كتارة. يعني أنا عرفت الفوز من الجمهور اللي ورانا. نعم هم فرحوا وبين قام يلمون بعض فعرفنا المنتخب القطري وجاءك التأكيد من بلطف أبو طلال الغالي. نعم ختام ختاماً شوف عندي اتصال والله ما راح أردك يا أم محمد. أم محمد راح أخذ اتصالك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك قطر. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يسلمك ومبروك حقك أبو يوسف. الله يحفظك على برنامج الديوانية وعلى بلنتي. الله كنت مبدع أنت مع أخوانك كلكم. الله يحفظك وتحملتوا الانتقادات وتحملتوا كل شيء. لا بالعكس سعيدين سعيدين بما يصلنا بالعكس وفخورين باللي وصلنا له وفخورين برفع اسم بلدنا من خلال الإشادات أيضا اللي تصلنا في الاستديو هني في غزة. إن شاء الله أنت وزملائك. الله يحفظك مشكورة على الدعم. ومحتم قانم القتاوي. الله يحفظك مشكورة محمد. مشكورة محمد. يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا. مع السلامة. الله السلامة حفظك الله. شكرا شكرا شكرا. عادل ختاما فرحتني والله كلامها جميل وتحس من القلب. الحمد لله الحمد لله. الواحد ما يعني ما يتخلى عن أهله. أهله هم عزوته في النهاية مستمعينا في الكويت. من بعد الله سبحانه وتعالى ودعم الإدارة احنا فخورين بأن احنا وين ما نكون متواجدين ننقل الحدث بمهنيتنا وتفاعل مستمعينا يشكل هذا المثلث الجميل مع الإذاعة والتلفزيون. عادل في ختام هذه الرحلة شكرا لك بشكل شخصي. كيف وجدت هذا الحدث هذا المونديال العربي وانت يعني من فريق مارينا اف ام؟ انا وجدت هذا المونديال اكثر من رائع وهذا يعني البعض ممكن يقول ان تجاوز التوقعات. انا بالنسبه لي ما تجاوز التوقعات. بالنسبه لي ان انا كل ثقه وعارف ومتاكد ان الاخوه في قطر بجهد شبابها وباخلاص شبابها وباخلاص العاملين على هذه البطوله وعلى البطوله القادمه وايضا بالنظره او بدعم من الحكومة القطرية متمثلة في أمير البلاد أنهم قادرين على الوصول إلى أعلى مستويات. اليوم أنا كنت في مؤتمر صحفي وتكلمت مع يايا توري
يعني يايا توري يتكلم انه هو شارك شخصيا في كؤوس العالم وذكر عن بالمقارنه بجنوب افريقيا كاس العالم 2010 وفي 2014 في البرازيل و2018 في روسيا هذه البطوله هي بطوله العرب اثبتت انها هي تقارعهم وان كاس العالم هو متوقع انه يكون افضل وافضل وراح تكون افضل بالتحديد الجمله اللي قالها هي البطوله المثاليه لكؤوس العالم بسبب الحجم الجغرافي وايضا بسبب كل خلينا نقول عوامل النجاح الموجوده من انفراستراكشر اللي هي البنيه التحتيه المواصلات والملاعب وتجهيزاتها. نعم ان شاء الله ابو عبد الله في الختام انا ايضا اشكرك شخصيا عساك على القوه. ماذا يقول ابو عبد الله في ختام مونديال العرب لتغطيه هذا الحدث؟ اقول ان شاء الله احنا كطاقمنا بالتعاون ان شاء الله نكون ان نجحنا، وبالنسبه لما شاهدناه من نجاح غير مسبوق لدوله قطر بفضل تنظيم عالمي، يعني بصراحة أبهر الجميع وأجبر الفيفا على أن يعترف في بطولة مونديال العرب في المواسم القادمة، تي من تنظيم محكم، ملاعب فخمة، حماس جمهور، أداء رفيع بالمستوى، تي حق جميع العاملين فردا فردا في دوحة العرب بلا استثناء نقول لهم شكرا لنجاح مونديال العرب، وهو جاء تجربة للإمكانيات البشرية والبنية التحتية وحتى على المستوى فريق كرة القدم المستوى الفني أيضا نجحت قطر نجاح باهر وراح تضع يعني الثقل والحمل الكبير على الدول اللي راح تنظم من بعدها. نعم هذه تذكرة المباراة النهائية وباقي ساعتين على المباراة النهائية يستاهل عادل على التميز انه يحضر النهائي انه يحضر النهائي يستاهل يستاهل امانه مجهود كبير هذا علشان توقعي يعني ولا تستاهل يبديك انت والربع. طبعا وصلنا للختام وفي الختام يصعب الكلام عندما يتعلق الامر بالوداع والفراق. اتينا الدوحه في تحد خاص بدعوه مشكوره من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وكنا نتساءل أنا والزملاء على ماذا تراهن قطر باستضافتها لمونديال العالم؟ فالإجابة على سؤال كهذا تحتاج لليقين وليس للتخمين رغم قناعتنا بقدرات وإمكانات قطر. وعندما انجلى المجهول وأبصرت العيون في مونديال العرب كانت المفاجأة أن قطر ليست في حالة استعداد للمونديال بل إنها جاهزة ومجهزة بكل العتاد البشري والإنشائي لاستضافة ما هو أكبر من هذا المونديال. الملاعب عن الجودة والروعة حدث ولا حرج، والمنشآت المصاحبة بالدقة والجمال تنطق الحجر، كل شيء بإيجابية يجيب على كل تساؤل أو شك يتسرب للعقل بسلبية. قطر تجعلك تقف حائراً كيف استطاعت تجاوز السنين وأن تختصر المسافات؟ وما هذه العقول الفاعلة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتقدم لنا هذا السحر الحلال وتلك الإنسيابية في كل التفاصيل؟ وأي قيادة حكيمة ورؤية سديدة تبصر من خلالها قطر لترى المستقبل كما لا يراه الآخرون؟ اليوم نغادر قطر ونحن نملك كل الإجابات، سعداء من أجل قطر، حزينين على لحظة الفراق، مطمئنين أن الدولة التي صان أهلها أمانة مرابع أجدادها قادرة على صياغة التاريخ بكل حروف التجديد. فهنيئا لقطر وهنيئا لقيادتها وهنيئا لشعبها وأهلنا وهنيئا لنا أننا مررنا من هنا وشاهدنا قطر وإرثها ومشاريعها الإعجازية. وداعا قطر وإلى لقاء قريب. أنا مهند يوسف مدير إذاعة مارينا أف أم وعضو في هذا الفريق، سعيد بأن أكون جزء من هذا الحدث. نراكم على خير ومع السلامة. من مارينا أف أم ومارينا تي في شكرا قطر على هذه الحفاوة والضيافة طول بطولة مونديال العرب. أكرمكم الله وعساكم على القوة يا أهل قطر. من الكويت.
ساعة جديدة على مارينا اف ام. اكثر اذاعة تحبها مارينا. لك انت.